أما هلأ حنروح لفقرة تحمل اللون والريشة وتحمل روحانيات الفن والرسم اللي نحن متعودين عليه من خلال الفنانين التشكيليين وحتى الخطاطين. اليوم أي لوحة بتلفت نظرنا بلفت نظرنا الروح الموجودة داخلها، واليوم المعرض اللي رح نحكي عليه تميز بجماليته الخاصة جدا يا ليلى. تماما يا رشا، والمعرض اللي أقامته جمعية بيت الخط العربي برعاية وزارة الثقافة ومديرية ثقافة دمشق ضمن فعاليات مهرجان الفن التشكيلي السنوي الرابع للجمعية في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. اليوم رح نحكي أكثر بشكل موسع عن هذا الموضوع. بصرنا نرحب بالفنانة التشكيلية غينة السقا أمين. يسعد صباحك يا غينة. يسعد صباحك. وسهلا فيك. صباح الخير يا صباح النور. اليوم عم نحكي عن معرضك الطبيعة واللون. اليوم هذا يعني الاسم لحاله بيفرض جمالية كتير حلوة على هذا المعرض. خلي نحكي عليه بشكل عام. هلا هو عنوان المعرض بيعبر عن مضمونه، اغلب الاعمال هي عن الطبيعه وكانت الاعمال هي عباره عن 31 عمل باحجام مختلفه. في لوحات كبيره ولوحات صغيره، وفي جداريات كانت كبيره. تنوعت الاعمال بين حبيت اني نوع الاعمال ما بين الاسلوب الانطباعي والتجريدي، وفي لوحات كانت مقتربه من الواقعيه اكثر. كانت يعني خلينا نقول لوحه يعني منسجمه متنوعه ما بين الطبيعه واللون. حاولت اليوم تجمعي كل هذا الشيء. هن نوعت بالاساليب ولكن بروح واحده. حاولت اني اظهر بصمتي الفنيه من خلال الاعمال وابرز دائما. اليوم اي معرض بنحضره يعني معرض ورا معرض غنى، بتحسي انه صار الفنان بصمه. يعني انا اليوم قادره ادخل اي معرض اعرف انه اليوم هي اللوحه رسم الفنان الفلاني. الناس بتتعود على هي البصمه والروحانيه، فدائما مهم انك تحافظي على هي البصمه. تماما، هو انا حاولت اني انا ابرز هي البصمه من خلال الواني الخاصه اللي حاولت اني ابرزها باللوحات. طب انت غنى اليوم اخترتي يمكن هي الاعمال فيها طبيعه من خلال التصوير، تمازج لوني، محاكاة الواقع، يعني حتى الشيء مقارب للطبيعة. تحكي لنا عن هذا الشيء اللي دفعك لهي الألوان وتروحي أكثر للطبيعة. هلا الطبيعة دائما هي ملهمة لأي فنان، وهي مدرسة كثير كبيرة. فدائما الفنان، أي فنان بمختلف توجهاته، هو بينطلق من الطبيعة. حتى لو ممكن انه مثلا ياخذ منهج مختلف عن الطبيعه او منهج، بس المنبع الاساسي هو الطبيعه. نحن بناخذ منها الالوان، بتلهمنا. فدائما هي المدرسه الاساسيه، وكثير من الفنانين العالميين هن بداوا بالطبيعه. فانا حبيت انه يكون اول معرض لي هو عن الطبيعه، يحكي عن شو حاولتي تركزي اكثر شيء غنى؟ يعني هلا نشوف احنا بعض اللوحات لحضرتك. اغلب الاعمال هي كانت حافظت على عفويه الريشه، ضربه الريشه، بحيث انه انا ما يكون تسجيل حرفي للمشاهد الطبيعيه. حاولت اني انا ادخل الواني اعبر عن مشاعري. هلا في بعض اللوحات مثلا بتحسي فيها غضب من خلال كثافة السحاب، كنت معصبة أحيانا بصير إسقاط يعني الأرض. أوقات في لوحات مثلا داخل فيها غالب عليها الألوان البنفسجي والألوان اللي بتعطي هيك روحانية أكثر. حاولت أني نوع وأحكي عن كل المشاعر اللي بمر فيها الواحد بمختلف الأوقات. هلأ المعرض تحضر له خلال سنتين، تم التحضير له 31 عمل، فكل عمل هو كان مثل عم يجسد قصة كنت عم مر فيها بهذا الوقت اللي عم أنجز فيه هي اللوحة. وكل اللوحات أنجزت، من سواء صغيرة أو كانت جدارية كبيرة، هي أنجزت بنفس الأهمية وأعطت نفس القدر من الاهتمام. اليوم قد ايه اليوم الحالة النفسية بتأثر على الفنان؟ يعني نحن بنشوف لوحات
بتحسي انه اليوم في رساله منا اليوم؟ قديش حالتك النفسيه ممكن تاثر او تعملي اسقاط من الحاله النفسيه على اللوحه؟ هلا كثير بتاثر، هلا مو بس ممكن للفنانين، ممكن انه هو يتعمد يظهر هي المشاعر. هلا انا بلوحاتي حاولت اني انا قد ما فيني اظهر هي المشاعر من خلال ضربه الريشه، الالوان اللي بتعبر عن هي المشاعر اكثر من اني انا عم بنقل المشهد بحرفيته. هلا الفنانين زمان، مثلا فنانين المدرسه الواقعيه اكثر، بيركزوا على فكره اني انا انقل المشهد وما تسيطر علي مشاعري باني انا اخرج خارج السرب او ابعد عن الواقع. انت مع هاي النظره؟ انا مع الاستناد على الواقع لإنتاج لوحة، بس مو الاعتماد فيه على بشكل كلي، لأن هذا الشيء بيبعد، يعني بيفقد العمل الفني من قيمته. هو كل ما كان عم يعبر عن اللي جواتنا هو يصل أكثر للمتلقي حتى، يعني وبتعلى قيمته الجمالية عند المتلقي لما بتكون عم تعبر عن داخلنا بشكل صادق. نعم. طيب غنى، اليوم بأي يمكن مسيرة مهنية فنية، اليوم أي شخص ممكن يتعرض للانتقادات؟ ممكن يكون شيء إيجابي بنقوله نحن نقد بناء، وممكن تكون انتقادات سلبية. خلينا نحكي عن تأثير هذا الشيء عليك. هلأ أولاً النقد البناء هو كثير مفيد للفنان ببدايته، لحتى هو يبني نفسه ويطور من نفسه. تمام. لأن أكيد أي فنان ببدايته محتاج لملاحظات، محتاج ل إيجابيات يستند عليها، يعرف مثلاً أنا غلطت به هون، أنا هون كان لازم مثلا اعمل شيء غير اللي عملته، فهو بحاجه للنقد البناء. ولكن النقد السلبي اللي هو هدام، اللي بيحطم من المعنويات، هذا يعني ما المفروض يأثر بالفنان. بالعكس، ممكن نحن ناخذه كدافع انه انا لازم اطور من حالي اكثر. طيب خلينا نركز شوي على المعرض، نحكي على الاقبال، كيف كانت تفاعل الناس، شو كانت أهم الملاحظات، كونه عم نحكي عن الملاحظات الإيجابية البناءة طبعا. هلأ الحمد لله كانت الآراء أغلبها إيجابية، وكان في يعني إعجاب بهاي اللوحات، ويعني الرسالة اللي كنت أنا حابة أنها تصل وصلت الحمد لله. فبعتبر نفسي أني أنا نجحت بهذا المعرض، كونه الرسالة اللي بدها تصل وصلت الحمد لله. تماماً. اليوم المعارض قديش بتشكل فائدة لإليك؟ واليوم أيضاً مشاركتك مع جمعية بيت الخط العربي، تحكي لنا عن هي المشاركة وشو الشيء اللي كيف بديتي وشو الشيء اللي عم تستفيدي فعلاً من هي المشاركة؟ هلا اولا انا المعرض الفردي هو شيء كثير مهم للفنان، هو الانطلاقه الاولى له، اللي هو يقدم نفسه للجمهور وللوسط الثقافي، بحيث انه هو يقدم نفسه بشكل مهم. هلا المعرض هو كان برعايه جمعيه بيت الخط العربي، انا عضو من اعضاء جمعيه بيت الخط العربي ومشاركه دائمه ضمن فعالياتها. جمعية بيت الخط العربي تشكر لأنه هي داعمة على طول لفئات الشباب وللفنانين بخطواتهم الأولى، وتقريبا أنا خطوتي الأولى كانت مع جمعية بيت الخط العربي. إلي بعض المشاركات الجماعية بالمعارض السابقة، وحاليا أنا هذا أول معرض لإلي. هذا أول معرض فردي لإلك هنا؟ احنا ناطرين معارض ثاني ان شاء الله. في شيء عم تقدري شيء اليوم؟ في شيء هلا في فكره لمعرض ثاني ان شاء الله، بس يعني بعدها فكره لسه ان شاء الله، يعني مو بالقرار. في نجاح بحياتنا كان فكره اليوم، دائما في افكار جديده وفي
في إنتاجية على طول إن شاء الله. طالما في هذا الإبداع وفي هذا الطاقة الإيجابية والنفس التخيلي الجميل عندك وهالمشاعر الحلوة، أكيد رح نشهد معرض ثاني أجمل من هذا المعرض. أكيد. شكراً لك. شكراً لك. شكراً لاستضافتك. شكراً لحضورك معنا. أكيد نتمنى لك التوفيق دائماً بهذا المجال، ونشوفك دائماً بالمعارض اللي بتحبيها وشغلك اللي بتحبيه. شكراً لك.